يلا غزل بنات، يلا مين عايز غزل بنات؟ يلا تعالى فرح ابنك، يلا تعالى خد غزل بنات. ربنا يرحمك يا والدتي وبابا يا رب. انا لو طول اقول لكل الناس اللي في سني ان هم يحترموا باباهم ومامتهم كنت قلت لهم ان هم ما يعملوهمش وحش ويعملوهم كويس ويقدروا فعلا نعمه الاب والام. انا بس لو طول يوم واحد ابقى معاكم، نفسي اجيلكم قريب واشوفكم من اهل الجنه يا رب. انت يا زفت، انت المس مش تكلي منك وبتقولي ان انت مش منتظم هناك وان انت مش عايز تروح ليه محمود ده صحابك. محمود هو اللي ضربني والله. يعني ايه محمود هو اللي ضربك؟ يعني هيضربك كده منه لنفسه؟ والله العظيم هو اللي بدا. انت كداب، الناس كلها بتشتكي منك في المدرسه. انا خدت عبد مني والله العظيم. ربنا هو محمود اللي بدا واداني بالقلم. انت اكيد بتكذب، ما هي ميسي يعني مش هتشتكي منك وتقولي الكلام ده كله؟ خلاص زهقت. وربنا يا بدي. بجد لا حول ولا قوه الا بالله. عمال يقول لها سامحيني سامحيني. انا مش فاهمه ايه الامهات دي، ازاي بيجي لها نفس كده تعامل ابنها كده؟ والله اللي هقول لباباك يبهدلك. انا خلاص قرفت منك. هو ايه القرف ده؟ عايزه ايه؟ اصلا انا متدخله، بس ممكن تقبلي مني دي؟ ماشي شكرا يا حبيبتي، بس ده عشان ايه؟ هو بصي بصراحه انا سمعتكم يعني وانت عماله تزعقيني كده. هو انا يا تينا وبابا ومامي متوفيين، بصراحه اتمنى لو بس يوم واحد اعيشوا معاهم. والواحد بيتمنى ان هو يكون عنده ابن او كده يعني، او اسماعيل يعني. شوفي ايه اللي مضايقه واسماعيل احتويه كده. يا بنتي خلاص قرفني، الناس بتشتكي منه والمدرسه كلها حتى اصحابه بيقعدوا يضربوا. هو اللي بدا. يا دي محمود شايفه. اسمعي اسمعي السبب يعني اكيد حضرتك مثلا لو انت باباك ومامتك يعني متوفيين اكيد هتحسي بيا او عامه هتحسي بيه. بص اقبل مني دي، ويعني هي الام دي احسن حاجه في الدنيا وخلي بالك منها. وبرده ما ينفعش تبقى كده لانه مهما كان في الاول في الاخر هيبقى راجل كده. امان شكرا يا حبيبتي. انا اسفه اني اتدخلت. يا حبيبتي استني. نعم. خدي طب حق الحاجه، انت ذنبك ايه تدفعها لنا؟ لا لا لا، هو انا يعني انا بس حبيت ان انا افرحكم. حبيبتي كلك ذوق، وفعلا انت عندك حق، والمفروض فعلا ما عملوش كده في الشارع، لان هو فعلا هيكون راجل ولازم يكون عنده شخصيه. يعني حتى لو في اي مشكله كده ما بينكم حبيبتك ممكن تطلعي تكلميها في البيت، يعني تكلميني فيها في البيت. والله انا بس اللي نرفزني كلام الميس ليا، فاتضايقت وطلعت عليه في الشارع. هي الامور بتتاخد بالهداوه، مش كل حاجه عصبيه يعني. بس ايه تمام، شكرا قوي حبيبتي. يلا يا انا مش فاهم، كل شويه تاخد مني فلوس تاخد مني فلوس تروح تشتري هدوم وتجيبين في الاخر حاجه زي الزفت على دماغك. طب اعمل ايه يا بابا؟ ما هو دي الموضه. اعمل موضة ايه اللي انت تخليكي تجيبي هدوم مقطعه وتقعدي تلبسي اللبس المعفن ده؟ انا ما ينفعش ان انا بنتي تلبس اللبس ده، انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ خلاص يا بابا معلش مش هجيبه تاني. طب قول لي اعمل ايه، البس ايه؟ اقول لك تعملي ايه؟ تطلعي فوق كده تروحي لما الهدوم المعفنه اللي انت لابساها دي كلها كده وتروحي رميها في 60 زباله. فسامعه ولا مش سامعه؟ وانا مش بكلمك عشان تضحك، انا بتكلم بجد. يا بابا فهمني طيب اعمل ايه؟ ما انت لو كنت بتقول لي اعمل ايه كنت انا هعرف البس ايه واعمل ايه. ايه ده؟ دي بنت كبيره يعني ما ينفعش يعملها بالاسلوب ده. وبعدين اكيد هي مش فاهمه يعني، المفروض يكلمها بالراحه ويعني تاخد رايه في الحاجه برده قبل ما تشتريها. خلاص لا غيري هدومك دي فوق. ما تضربنيش في الشارع. انا اسفه اني دخلت، بس ممكن تقبل مني دي؟ حبيبتي مش عايز. معلش حضرتك ممكن تقبلها؟ ماشي يا ستي. بصوا هو يعني في الاول في الاخر انت ما ينفعش تكلمها بالاسلوب ده. هي مهما كان برضه هي كبيره مش صغيره يعني، حتى لو في اي حاجه كلمها في البيت وبهداوه وحاول ان انت تصاحبها عشان تيجي تحكي لك كل حاجه وبالراحه. وكل انسان فينا بيغلط، وانت اكيد وانت صغير كنت بتغلط. انت ممكن تقنعها انها تلبس لبس معين، لكن من وراك تروح تغير اللبس ده وتلبس اللبس اللي هي عايزاه. اي حد بيعوز يعمل حاجه بيعملها، فبلاش تعمل الحاجه من وراك، خليها تعملها قصادك وانت حاول تنصحها. ومهما كان ده يعني بينها وبين ربنا وهي اللي هتتحاسب. هي تلبس اللي انا اقول لها تلبسه، انا هتحاسب عليها قدام ربنا. طب ماشي، بس ممكن تقنعها بالراحه يعني، تقول لها البسي ده احسن يعني بالراحه، فاهم؟ بلاش الزعيق، عشان هي لو عايزه تعمل حاجه هتعملها من وراك، وبعد شر على حضرتك يعني. لو جرى لك اي حاجه هي ممكن تعمل كل الغلط من وراك، حاول تنصحها بالصحه بالراحه. اعمل ايه؟ انا طبطب عليها؟ ما انا قلت لها 100 مره ما تلبسش الزفت اللي هي بتلبسه ده. ايوه طبطب عليها يعني، ما تخليهاش تخاف منك، خليها تحبك وتصاحبك ويعني خليها تخاف من ربنا. يا بابا هو ليه حضرتك مش بتسمعني؟ مش حضرتك وعدتني ان انا هطلع رحله مع اصحابي؟ يا ست ورجعت في كلامي. رحله ايه وزفت ايه؟ قالوا احنا فاضيين للكلام ده، وبعدين امتحانات اخر السنه خلاص على الابواب، هتقعدي تطلعي لي في رحلات مع اصحابك وتتدلعي لي؟ يا بابا بس انا اتفقت معاه وما ينفعش. ارجعي في كلامك يا بنت، وانت كبيره على الكلام ده، انت صغيره يعني عادي ترجعي في كلامك.
يا بابا ليه حضرتك مش بتسمعني؟ ليه ما بتسمعش قد الوعي؟ اهو سامعك اهو. طب هو ليه حضرتك بتعمل كده؟ ما انت وعدتني وانا كلمت يا ستي ورجعت في كلامي. ظروفي ما سمحتش. ايه المشكله؟ ما الناس كلها بترجع في كلامها. الله، وبعدين رحله ايه؟ انت صغيره يا لوجي على الرحلات وبتاع والكلام ده كله. ماشي الناس كلها بترجع في كلامها، بس ما بتقولش على كل حاجه. لا الحمد لله على كل شيء. انا ما عملتش فلوس خالص النهارده، بس انا خدت رزق يعني ثواب من عند ربنا. يا ستي انا برجع في كلامي واسمعكيش، واقولك على حاجه، عندي بقى وكيفي كده مش هتطلعي الرحله دي يا لوجي. هتقف قصاد بابا؟ يا بابا انا ما اقدرش اقف قدام حضرتك، بس حضرتك علمتني ان انا لما ادي وعد ابقى قده، وازاي انا بعد كده هثق فيك؟ مش انت المفروض علمتني ان انا ابقى قد الوعد وابقى قد الوعد؟ يعني انا مثلا وعدت صحابي دلوقتي ارجع في وعدي ازاي ليه؟ مش هقدر اسكت كده. ايه اللي هما بيعملوه ده؟ ده حتى ربنا قال وقفوا العهد ان العهد كان مسؤولا. يا ستي انا برجع في وعدي، وانا يا ستي ماليش كلمه. هو انا اسفه اني دخلت، بس حضرتك الله يسهلك. مش عايز هو انا بوزعها ببلاش يعني كده عشان يفرح الناس، وعايزه يا ستي شكرا تطلع على الله. بص هو حضرتك، هو ربنا قال وقفوا العهد ان العهد كان مسؤولا، يعني حضرتك يعني لازم ان هي توفي العهد، اللي هي لازم توفي الحاجه اللي هي وعدتها اصحابها بيها او كده. يعني يا ريت كل حاجه الامور مثلا تاخدها بالراحه وكده، وخلاص هي قالت لهم حاجه. مش قصدي، انا قصدي ان الظروف مش سامحه ان انا حضرتك سؤال. هي قبل ما تقول لهم انها هتروح، هي سالتك الاول ولا لا؟ سالتني. وانت وافقت؟ وافقت. طب خلاص طالما حضرتك وافقت يبقى ليه حضرتك ترجع انت كمان في كلامك؟ صح، عندك حق. انا عارف الايه دي على فكره. هي لو كانت راحت وعدتهم من غير ما تسالك يبقى انت كان ليك حق. صح، خلاص يا لوجي بتاع الرحلة دي المرة دي، بس بعد كده خلاص انا هقول لك بقى لو الدنيا مش صعبة. معلش يا حبيبتي انا اسف وشكرا ان انت نصحتيني. لا لا ماشي. بكام ده بقى عشان عارف ان انت بتبيعي؟ لا انا مش ببيع على فكرة، انا بوزعه وباخد بلاش. يا حبيبتي ليه بس؟ ما تشوفي هتخسري ليه؟ طيب ده كمان على فكرة دي اغلى هدية ممكن تكوني بتبيعيها لحد، ان انت تديني نصيحة وتديني يعني معلومة عن حاجة انا غافل عنها. شكرا لحضرتك. انا مش طالبه حاجه اكتر من كده، بس ان انا اقول للناس النصايح. ربنا يبارك لك. شفت يا لوجي بنتي دي جدعه قوي بجد. شكرا ان انت خليتي بابا يطلعني الرحله. ربنا يبارك لك ويخليكي لمامتك والبابا، وتكبري كده قدام عينيهم ويفرحوا بيكي. يا ريت بجد، بس انا للاسف يتيمه. يتيمه؟ لا لا يا لولا. طب انا اسف يا حبيبتي ما اعرفش. لا لا مش مشكله عادي، هو انا اساسا من اول ما اتولدت ماما وبابا عملوا حادثه، حتى ما شفتش شكلهم. ربنا يعوضك خير ان شاء الله، ويكونوا يا رب من اهل الجنه ويجمعك بيهم في الاخره ان شاء الله في الجنه. ربنا يرزقك. ربنا يرزقك. ثابت عليا قوي.